مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير عمي. يا هلا ابوي حياك الله. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير يبا. مساك الله بالخير. هلا يبا. هلا يوسف. شلونك يبا؟ حياك الله. الله يسلمك. مساك الله بالخير عمي. يا هلا ابوي حياك الله. الله يسلمك. حيا الله ابو سلمى. الله يحييك. الله يسلمك. الله يعافيك. هلا يبا شلونك؟ يا هلا. يبا شلونك؟ حياك الله ابوي. الله يسلمك. هلا عمي. هلا عمي شلونك؟ يا هلا حياك الله ابوي. هلا عيال كلهم موجودين؟ اي نعم. ابو يوسف شلونك؟ الله يسلمك. طيب طول عمرك. ساره شلونك؟ الله يسلمك عمي. بخير شلونك؟ الحصه وين؟ حصه في غرفتها. وي وي نادي 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 ان شاء الله. يلا نجي. امرك. سكتين لا سكتين خير الله موجود. فاتن انت قصرت لحم؟ ايه كلكم. هذا اللحم موجود يا ولد. يلا كلام حطوه حطوه حطوه. كلام 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 خير خير الله موجود. كلام كلام كل يبا كل سكتونهم خير الله موجود. بيت ابوهم يا ولد. حصة؟ تعال تعال يبا تعال تعال. يبا وين مكاني؟ تعالي قعدي يمي قعدي يمي استريحي. سالم ليش ما تاكل؟ اكل؟ الاكل زين؟ حسن مريم هل قاعد يقعدون حق الغد؟ جاب لو اكلوا ان شاء الله ان شاء الله. بسرعة يا دكتور الله يخليك. السيارة اللي فيها الوالد كاهي وصلت الطوارئ الحين. مشكور جزاك الله خير. العافية. وكا يوسف راح وياه في سيارة الإسعاف. ها اليهال برا بروح أدخلهم. إيش صار حق أبوي؟
ايش صاده مره واحده؟ أمي وأخوي سالم وأختي حصة معها في المستشفى. الدكتور خليفة كلمني وطمنني عليه، يقول إن حالته مستقرة. ماني مصدقة، ماني مصدقة إن أبوي غانم يصير فيها شيء. عمي غانم ما يستاهل. الله يصبرك يا فوزية ويصبرنا كلنا. كأن غانم هد عوده. لا تقول كذي يا نجم، فال الله ولا فالك، بس إن شاء الله تعدي هاليومين على خير. فوز، يمكن احنا مو في وقت حق هالكلام. لكن فتح عينك، الله يعطيه بوش طول العمر، ان شاء الله يقوم بسلامه. لكن بصراحه ما كنت اتوقع من بعض الاهل انهم يتحركون من الحين ويبنون خطط واجتماعات وانت جالسه هني. نجم ارجوك اسكت. يما يدي للحين مريض مرقد في المستشفى. يما ان شاء الله عقب كم من يوم بيرخصونه. أرجوك يما، ترى أنا أحبك وأحب يدي وايد وايد. إيه بعد عمري وأنا بعد أحبك. فاتن قومي قومي روحي غسل يدك وراجعي دروسك، باكر ترى وراك مدرسة. يلا يلا بسرعة. جميلة وين رايحة؟ ترى احنا للحين ما خلصنا السالفة. حسن هذا الوقت اهم من اي وقت، احنا لازم نشوف اللي لنا واللي علينا. ابوي في المستشفى والله يعطيه طولة العمر، لكن مصالحنا اشغالنا تتوقف؟ لا 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 لا، ما لازم شيء يتوقف. انا كل اللي اطلبه منك توكيل. استمر، نعم توكيل يا حسن،
استمر من خلاله في إدارة أعمال الوالد. يا حسن، مو معقول أنا أترك كل شيء على الموظفين. افهمني افهمني يا حسن، أبوي مريض وإحنا كلنا متضايقين وزعلانين عليه، لكن هذا الوقت اللي لازم نتحرك فيه. صاير عندك؟ أنت العود، أنت البكر وأكبر أخوانك. يلا تصرف بسرعة، وما في داعي تشاور واحد مثل حسن. تصرف بسرعة واتخذ قرارك. ما تشوف واحد مثل فريد، لا مكانه ولا خبرة، ويالس يتحكم في جميلة ويحركها من أول يوم ما طح فيها أبوك. عيل وين حصة؟ حصة معك. لو سمحت ممكن أكلم محمد؟ صدق والله. هذه وين؟ أنا آسفة، النمرة غلط. شنو؟ صدق جاي في روحك؟ عيالي خذ. ألو، لو سمحت ممكن أكلم خليفة؟ صدق والله؟ عيالي خذ. يوسف، شوف، سالم صج أخونا العود، بس ما لازم نتركه يتحرك في الظلام. وهو قاعد يتحرك كما لو كان أبونا، الله يعطيه طول العمر. شوف، إحنا على الأقل على الأقل المفروض نكلم سالم، وفي نفس الوقت نتصل في أختي فوزية وجميلة ونشرح لهم الموضوع. أوكي حبيبي؟ افهمني افهمني يا يوسف، ما لازم نتركه يتحرك بروحه. خلاص اتفقنا. شو اخبار ساره؟ سلم سلم عليها. ها رحتوا اليوم المستشفى؟ رحتوا؟ ها ايه. لا قالت لي فوزيه بيرخصونا باكر. ايه لا، لازم نتواجد كلنا. شلون عيل ابونا هو؟ شلون عيل؟ إيه بس حبيبي حبيبي، أرجوك لا تنسى الموضوع. ها فكر في الموضوع عدل. ترى تدريبي أنا ما أحب المفاجآت، وأنت تعرف سالم محفوظة. أوكي حبيبي، في أمان الله. اخوانك سيسوون ثلاثهم، تحرك. مريم مريم، ابوي ما في شيء. خلاص ابوي ما في شيء.
بسم الله. حياك الحمد لله على السلامة يا ابو. الحمد لله على السلامة عمي. الحمد لله على السلامة عمي. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة عمي. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا ابو. الله يسلمك. حياك. هذا قرار الوالد. انا ما علي من قرار الوالد شلون بيكون. انا اللي يهمني بصفتك انت محامي الوالد في الشركه اتعرفني على الوضع القانوني الجديد اذا ما كان في مقدور الوالد يدير العمل. انا اسف يا سالم، في مثل هالحاله هذه يبقى الوضع على ما هو عليه لين يقرر الوالد بنفسه اذا كان بيدير العمل في المنزل او لين يشفه او بوكل واحد مكانه. الشيء الوحيد اللي اقدر اساعدك فيه اذا بيوكل احد لازم يخبرني علشان اسوي له توكيل رسمي في المحكمه. هذه كل اللي اقدر اقول لك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. في الشفاء يا ابو سالم. صح وعافيه ابو. الله يعافيكم. الحمد لله رب العالمين. اسمع يا يوسف. سمي بقى. انت ما عليك، سامي مدير الشؤون الإدارية والمالية بيفهمك كل شيء، على الأقل عارف انك بتتصرف مثلي، وخلي صقر المحامي يتصل بي. ان شاء الله يبا. بارك الله. يلا عن اذنكم. حياك الله. حياك الله يبا. يوسف. نعم يبا. يا ابوك دير بالك على نفسك وعلى البيت. لا سالم وحسن ما اشوفهم، ما مروا علي اليوم. يبقى سالم سافر السعوديه وبيرجع، وحسن حسن دائما موجود ويسال عنك يا ابو حسن. يوسف مريت المكتب اليوم وديت الرسالة؟ اي نعم يبا، من اول ما اعطيتني اياها. بارك الله فيك يا ابوك، عيل توكل على الله وشوف شغلك. على خير يبا، مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم. هلا هلا يما. عليكم السلام. شفتوا شلون؟ شفتوا النهوة حتى مو مفتكر فينا؟ ش قلت أنا من البداية؟ أنا أكبر منكم وعرفه. أول واحد احترق بناره، أول ما استعى صلحته وفتحت عينه اعتمد على يوسف. يصفول ياهل يوسف. وديت الرسالة؟ إيه نعم يا يبا. وبعدين سالفة الرسالة اللي وصلها المكتب، يعني ما حصل غير يوسف يعتمد عليه؟ شفت حتى اختك فوزيه حاسه ان في شيء. لا يبا ابوكم مو طبيعي. لا مو طبيعي. يما يما احنا ما اتخذنا هذا القرار الا يوم شفنا ابوي يتصرف تصرفات مو طبيعيه. بس يا سالم هذا ابوك اللي عمره ما ضعف ولا استسلم ولا سوى. يما يما كيف احنا ما نعرف ان هذا ابونا؟ نعرف لكن خلاص، للزمن والقوه والدنيا احكام. انت ما تشوفين شلون يتصرف يما؟ عقب كل هالعمر يخلي يوسف قدامنا؟ يوسف اخوكم ولا يمكن. يما يوسف اخونا، بس ابويا يما راحت عليه خلاص، واحنا لازم ناخذ قرار الليله. اي قرار صاير؟ سالم يا نجم بياخذ كل شيء، خطط ورتب واتصل وسوى كل شيء بروحه. بس احنا فالحين في زياره المستشفى. شلونك يبا؟ شخبارك؟ قصين على روحنا. يوم قلت لك قبل كل شيء ما اعطيت نوي. مو بس سالم يخطط، ابوك غانم صار ما يميز يا السنيشن على يوسف. بالعلش هل يوسف هل ياهل احد يعتمد عليه؟ احنا لازم نسوي شيء عشان نوقف هالمهزله. سوي شو متحركه؟ وقفه والحسن ويوسف وسالم وكل اللي بطلع لهم حق الفقير. واحنا بعد
بطل حلجنا قبلهم. اسمع يا صقر، انا اكبر اولاده وصار ما صار انا اللي بيرجع للقرار. ابوي خلاص كان انتهى وانا البديل. اما انك تتعاون معاي من الحين او بتشوف نفسك برا برا على الخدمه. ارجوك الاخ سالم، ارجوك تهدأ، هذه قضايا قانونيه وتحتاج حق وقت. لو ساعدتني على اختصار المسافه يمكن تحفظ لك مكانك ويمكن اكثر. لا تتردد يا صقر، واتصل بي خلال 10 ساعات من الحين، ولا بيكون في محامي آخر للشركة. بس يا سلم ما يصير، شلون يطوعكم ضميركم وترفعون دعوة ضد أبوكم؟ شلون جاوبني؟ ما جاوبني يا سالم؟ هذا الجزء الخير، نحافظ على امواله واموالنا. زين سويت، زين سويت. خلهم يفهمون انك خايف تخسر وظيفتك. سوي اللي يبونه وخلي الباقي علي انا. وعلشان تزيدهم ثقه، رشح لهم محامي ثاني يتحرك معك في الدعوه. قدموا الدعوة ومشوفوا الإجراءات بصورة طبيعية. أبو سالم اسمعني يا أبو سالم، بس قول لي غانم. اسمعني يا غانم، اسمعني شو أقول لك. أنا إذا رفع دعوة ضدك بيصير لي صالحهم، بتوثق وبتسجل ضدك وبيصير له ملف في المحكمة. أنا بكذي أبي القضية توصل المحكمة، وبعدين لكل حسب حسابه. أنا بسألك سؤال، أنت في بالك شيء تبي تقوله؟ قول لي، قول وريحني. في الوقت المناسب. أنت الحين سايرهم وبس. بخير، بس ترى وايد بشر عليك. نبو يومين وانتو معك نفس البيت.
ما حد يطلع عليه حضرته؟ والله يا ابو يعقوب اخر مره مريت عليه حتى السلام ما رد عليه. يلا معذور، مو اللي حصل له مو هين، وبعدين اظن خلاص حالته مو مثل ما نتصور. من كذي انا اقول لكم مطرشه مصحه برا، على الاقل الى الكون عضلاته ويحركون اعصابه. انت ليش جالسين هني؟ هادين عيالكم يعني قاعدين بحكم هني؟ قوموا لعبوا معاهم، نسيتوا ان هذه حفله سهال؟ فعلا هذه حفله حق اليهال، لليهال فقط. شو صبار؟ ما عجبك كلام زوجتك فوزية؟ بصراحة إذا كان في حل ثاني يتنازل قانون بالوكالة وايد أفضل من نوصل الأمر حق المحكمة. إيش فيكم أنتم؟ قاعدين تحقرون؟ الرجال بروحه وأنتم بروحكم، صاير؟ عيل وين امي؟ وين راحت؟ ما جت عندنا، ليش هي مو مع ابوي في البيت؟ ابوي وعلي على ابوي، الكل ننسي احد يبقى عندي. بس هذه ما تعني أي تنازل أو موافقة بالتوكيل من الوالد. هذه بس في الظاهر الحين، اللي نبيه موافقة من الوالد فقط، موافقة على إدارة شؤون الأسرة والشركة. شو رأيك نسوي اجتماع ما بين الأسرة ونختار واحد ونسوي له توكيل، وهذه حسب موافقة الوالد. ودعوة توصل بالوالد للتعويض والتشهير. أنا بالعكس معاك، إذا كان الوالد مستعد يتنازل أنا أول واحد ضد التشهير والمحاكم. أنت أخوي صقر تعتقد أن هين علينا نرفع قضية حجز على الوالد؟ تفضل. السلام عليكم. أهلا، هيا الله أبو يعقوب. كيف حالك؟ الله يسلمك. شلونك؟ الحمد لله. شلون ابوك؟ الحمد لله بخير. الله يسلمك. ادري بك شلي جاي. سلم على ابوك وقول له يقول لك صقر كل شيء تمام. الله يسلمك. ودوم قدها يا استاذ صقر، قدها. الله يسلمك. يلا في امان الله. مع السلامة. سلم عليه. الله يسلمك. أنا خايفة من أخوك سالم، الحين هو معاك من أحسن ما يكون. يا أختي ينفذ التوكيل يلعب فيه، لكن أقول لك لازم تشرط عليه ورقة مكتوبة. اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لي بهم الصحة يا رب العالمين. يا الله. يلا عاد تأخرنا. أنا بصراحة قلبي ما أدري شلون تبينا نحتفل بسحب قرار من أبوي،
شلون ناخذ منه كل شيء وهو حي؟ شوفي سالم اكبر اخوانك، ولو كان في مضره على ابوك غانم كان سالم اول واحد وقف ضد الشيء. بعدين انتوا ليه الحين ما اخذتوا القرار منه؟ ليه الحين غانم هو غانم؟ وبعدين يلا الله يهداك خلصيني بسرعه. زين معلم، روح جدل سخن السياره وانا باي وراك. اسمع يا ولدي، انت اصغرهم وانت اعقلهم وانت اقربهم لقلبي. لا تنصدم، لا تنصدم الكلام اللي اقوله لك. انت اقربهم لقلبي لسبب واحد. شوفني انا الحمد لله بصحه وعافيه، اتحرك وامشي ولله الحمد، وهم يعتقدون اني مقعد مخرف عاجز. اخ يا يوسف، اخ كلهم ما حد فكر فيهم ولا حتى حن ولا حتى انتظر لين اموت. الله يعطيك طولة العمر يا يبا. اي خلهم في خيالهم، خلهم في احلامهم. سالم بيكون العمدة، عمدة العائلة، ومحفوظة بتكون ملكة، وحسن مر شبي بعد يكون، مع ان عنده كل شيء لكن معاهم. اخ اخ خلهم في احلامهم لين يصحون على الواقع. يبا انا احس من كلامك ومن نظراتك انك محضر لهم مفاجأة. بس يبا لا تنسى، لا تنسى ان هذيل عيالك وانا اخوهم. انت اخوهم صحيح، انت اخوهم، لكن ما سويت مثلهم. ليش ما رفعت علي قضية حجز؟ ليش ما وديتني لعجزة؟ ليش؟ لكن الحج حيل ما يفيد، لكن انتظر وتفرج. يوسف انت معانا ولا معاه؟ أنا مع الوالد، مع الأب يا سالم، لكني مستعد أمشي معاك لحد ما توصل اللي تبيه. سلام. ما عليك منه، سوي اللي اتفقتوا عليه. يوسف ياهل، وباكر بيجي يركض وحبريلك. والله أنا خايف منه. كل اللي أتمناه ياخذنا هالطراد وسط البحر ونروح بعيد بعيد ولا نرجع. وأنا اللي ودي نروح بعيد بعيد عن عيون الناس ولا نرجع. اسمح لي يا أخ سالم، أقول لك من الصعب أعطيك تقرير أوصف فيه حالة الوالد غانم بالعجز. صحيح هو يتعالج عندي وعرفنا يعاني من بعض التلف في الخلايا الدماغية، وهذه ممكن يأثر على مستوى أدائه العقلي والجسماني. بعدين الجلطة تركت تأثيرها عليه، وهناك حالة السكر والضغط، كل هذه ومن الصعب أعطيك تقرير عن قدرته لأن الحالة نسبية، ولا يمكن أعطيك تقرير عن مدى قدرته على أدائه للعمل. أنا كل اللي أبيه منك يا دكتور تقرير عن الأمراض اللي ذكرتها الحين، وحتى بدون ذكر العجز ولا أبي رأيك. كل اللي أنا أبيه تقرير تذكر لي عن حالة الوالد اللي عنده. هذه ممكن. هذا اللي بغيته. بس تبقى هناك مسألة ثانية. شلون أعطيك التقرير وهو اللي تعالج عندي؟ المفروض أعطيه إياه إذا بغى. مو أنا اللي جبته يوم طاح وغمى عليه. اي نعم. مو أنا اللي وقعت على دخول المستشفى باعتباري أنا المسؤول عنه. صح. مو أنا اللي... أوكي 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 أوكي.
ريح بالك، اترك الموضوع لي واتصل فيني يوم السبت. بس بسرعة يا دكتور. تحت أمرك. مشكور. احنا لازم نتماسك، ومثل ما قال لي سالم خلال الاسبوع الجاي ممكن المحكمه تصدر حكم بالحجز على ابوي، ولو انه يعور القلب، لكن احنا لازم نوصل لقرار. بصراحه قانم ابونا وطحت الاخير صار ما ينطق. تخيلي، ما في لا احترام ولا كرامه ولا تقدير، لا حق العود ولا حق الصغير. يعامل سالم مثل ما يعامل يوسف، ومثل ما يعامل هالشوم. لا والله كلامك عين الصواب، واحنا لازم نتماسك. هو صدق ابونا، لكن اذا وصلت المساله لكذي انا اول واحده احط يدي معاكم. انت متاكد يا غانم؟ غانم اسمعني زين، انت صديقي قبل لا تكون زبون عندي، وانت مثل اخوي، وهذا اللي بقوله لك لآخر مرة. أنت مستعد تورط هالجماعة في هالمشكلة ذي؟ وبهم اللي وصلوني للمحكمة، وبهم اللي يبون يظهروني إني مخرف عشان يستولون على أموالي. أوكي، خلي يستولون على ثروتي، عليهم بالعافية، بدون حرب بدون أي نزاع، بس بشرط أضمن حق ولدي يوسف وحق زوجتي، والباقي عليهم بالعافية يتهنون فيه. باكر باكر المحكمة تاخذ قرارها. ايش جالس يصير في المكتب؟ ايش جالسين يطبخون مع المحامي صقر؟ وهالعيار، انت ما قلت لي انه بيتفق معانا؟ انا هذا اللي فهمته. لكن مثل ما قلت، عيار اعرف شلون اطرده. الحركة منك يا سالم، انت بكره حاول تسرع بقرار المحكمة واحنا كلنا وياك. خلاص انتم مصممين؟ وانت ليش خايفه؟ واحنا ليش جالسين هني وما داخل المكتب؟ الله يعلم ايش قاعدين يطبخون لنا. احنا لازم نتحرك. وانا معاك سالم، الحين لازم يمسك المحامي صقر اول ما يطلع ويريره في الكلام، وحسن معاه ياخذونه ويعرفون من السالفه. واحده واحده واحدة واحدة، لا تستعجلون. انتوا لا تنسون انكم جالسين في هالدقيقة في بيت ابوكم غانم، ابوكم وعمكم، ايش تبون اكثر من اللي اعطاكم؟ انتي معانا والله معاهم. انا مع ابوي والله فيها شيء يا مرت اخوي. خلاص خلاص، الظاهر انه مكتوب علينا في هالبيت الهذرة اكثر مما نشتغل. انا باكر بانهي الموضوع بطريقتي الخاصة، بس هبي شهود وقفون وياي عدل. احنا كلنا وياك، انا وفريد ونجم وياك يا اخوي. عرفت انك تدخن، عبالك ما شميت الريحه.
ليش؟ شو اللي خليك ترجع لها؟ ليش تحرق عمرك وقلبك وحياتك؟ الدنيا ما تسوى يا ابو سالم. بس لا تذكريني به، ما ابي اسمع طاري سالم. مهما كان هذول عيالك. عيالي في المحكمة. سمعي مريم، من اليوم انا بيت ابوي غانم ما ادشه، عرفتي ليش؟ لانك ما تدرين اليوم ايش سوى فينا. تساليني ايش سوى؟ لا انا ولده ولا اخوه، بس اللي انا معور قلبي سالم اللي ترك له وكاله من المحكمه بتحمل مصاريف الديون كلها. ايه صح، كلامك كله عدل. سالم سالم رد يا سالم رد. على شنو تبكين؟ على ابوي وفلوسه ولا على حسن اللي مورث غير الديون ولا على شنتي؟ لا تبكين، ما في داعي حق الصياح. ابوي ما سوى الا الصح، انتوا بقيتوا تورثونه وهو ما خش عنكم شيء، عطاكم كل ثروته. وهي ثروة أبوي، شركات مفلسة وديون مالها لا أول ولا تالي. هسه صقر أبوي نازل الحين. راضي بحكم المحكمة؟ كل اللي بغيناه صار، هم اللي طلبوا التوكيل وتموا يمشوا ورا التوكيل لين عجزوا. تفضل. هذا هو ورثي.